الكوكب اللي بعده، المريخ في القوس، اقتران المشتري في القوس. صاحب المريخ يستفاد جدا من المشتري. كلمة اقتران معناها ان الدرجات اقل من 10، فرق المسافة ما بين المريخ والمشتري 10 درجات او 10 درجات ونص فما اقل اللي بعده. فبالتالي المريخ بيستفاد انه بيروح الجيم، انه بينتصر في حروب، ان بيأتي دعم، بيأتي سلاح، بيأتي معدات، يأتي تموين، زي دلوقتي ما امريكا بتدعم اسرائيل. المجمع الصناعي الحربي الامريكي مفتوح، الباب مفتوح على مصراعيه، وبتخدم آلة القتل الحربية العسكرية الصهيونية الاسرائيلية. نفس كده بالظبط، ان انت بتحارب ومحتاج حد يمونك، زي اللي بيسوق دراجة على الطريق وفي ناس كده بتدي له ازازة مية. الله يحمد ربنا انه بيديك ازازة مية، الراجل بيساعدك على قد ما يقدر، يعني المشتري داخل يساعدك. فانت احمد الله، ويعني احمد الله، وبعد ما تحمد الله تهدى وتفكر وتخطط وتحسب وتحط خطط. طبعا يعني ركز كده في الموضوع، حط خطط وشوف، شوف ايش الابواب، يعني ركز كده، شوف ايش الابواب وايش الفرص والاحتمالات اللي بيفتحها لك المشتري جنب المريخ، وشوف هل هيقدر يساعدك في حروبك ونزاعاتك وصراعاتك ولا لا. احيانا صاحب المريخ بيحرق صاحب المشتري، المشتري بيعاني اصلا من المريخ، يعني المشتري بيعاني، العيال ولاد، العيال بتوع المريخ دول عيال ولاد كلب معرسين، فانت بتعاني منهم، يعني مريخ القوس دول انت تعاني منهم احيانا، تعاني لان فيهم صرع كده، يعني كواكب القوس لما بتزيد بيبقى فيها صرع، المريخ ده مصروع اذا دخل في القوس، اذا كان القمر مصروع ما بالك بالمريخ. المهم، فممكن الشخص ده يتعالج جنسيا لو هو عنده مشاكل في الجنس، لو هو برضه نفس النظام مقفول عليه وما بيسافرش، والعياذ بالله المريخ مقفول عليه من زحل بشكل، لو انت فاهم الكلام، المشتري هو اللي يفتح لك القفل بتاع زحل، صح ولا لا؟ ففي استفادة هتيجي من المشتري للمريخ فيما يخص مسائل المريخ. المشتري يضع حظ وطاقة للي يقدر يستفيد، الفرص والأبواب مفتوحة للي يقدر يستفيد، العروض والخصومات موجودة للي يقدر يستفيد. محدش بقى هيمسكك ويرضعك يقول لك اعمل كده وسوي كده، انت محتاج بقى، محتاج مرضع، انت محتاج انسان يقعد يعلمك، محدش فضيلك، انت ماشي، دبر نفسك، دبر نفسك. اللي بعده،